بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا أصلح الله لنا ولك النية والذرية والإحسانية. إذا أردت أن أضرب ابنتي لمشاكسة بينها وبين أختها أو تخريب في البيت أو عدم سماع كلام أمها أو كلامي أو غير ذلك، فعندما أضربها تخاف وتقول أبوي الله يخليك ربي يدخلك الجنة، فأنا أحس برهبة من هذا الدعاء، خصوصا أنني أستمر في الضرب فأقول في نفسي تقول ربي يدخلك الجنة وأنا أضربها. طيب يضربها إيش؟ ليش يضربها؟ لا تضربها. هو يقول أضربها ليش؟ لمخالفتها أبيها أو أمها. لا تضربها، أدبها بالكلام. الضرب ليس طريقا. ضربها لحق الله، لحق الله. إذا كانت لا تصلي وقد بلغت عشرا أضربها ضربا تأديبيا. لا غلط غلط. ضرب فيه بعض الناس يتجاوز، حتى إن بعض الناس يؤدب ولده بالكي بالنار، هذا جهل. تعذيب ما هو تعذيب. التعذيب ليس تعذيبا، ليس تعذيبا. ارحم وارحم، لا تضرب ابنتك. اذا ادبها عيب عيب ما يصلح. ليش كذا؟ نعم.